الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله تعالى وحن بلا بدونا حب الله ينقل بلا بدونا كتاب كان مقتصر كأجابا كان مدأ كتب تيرير يا أدي أتكوف فضود قيمة هوين نوقف لده. كتابكم محل على مجلس حسن المسلم سيد مجلس كم وقتها من أذكار الكتاب والسنة. كتاب كان وحقري شيخ الله مجعابه دكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني أي قري. وحن إن شاء الله تعالى بالسكود دينا انتينا كتابك بلابين إن التاريخ دي سوق كوبان وحكت المانو شيخة شيخ مجلس وحلا يلا دكتور سعيد بن علي ابن وهف القحطاني أي لا يرى هذا الشيخ شيخ وحده شيء سنة عمرك وها هجرك كن يسدح بقلبي تضبات كي أي لا شيء سنة ميلادك وها كن يسقال بقلبي كنت كي أي لا شيء محن كل شيء بل بادية أو دو مقالة مدينة العريم يلا قم عاب يلا دو أي كل شيء شيخه شيخ عمرك وقاري شان يتبن جير مركو غاري عمرو جيس اي بلاوي علم غبرشديسا وحانو كا بلاوي دغسق القران الكريم كا ام العامد ايو كا بلاوي كبعدي وحو غلاي جامعه لو يقانا امام احمد بن سعودي ايو غلاي وحانو غلاي كليه لو يقانا اصول الدين ايو وخا غلاي الى كا غاري او كا قاتاي مرتبه اوغو سارايسا دكتوراه شيخو عان كو اها مؤلفات كا يقاب وحلو الفو ayu sheekhu aan ku aha xubaha qor jiray sheekhu maalafaadkiisa ama kutubtu qoray waxa kama ay gaaraan tiradoodu marka la qiyaaso 130 kitaab ama 130 mu'allaf ay gaaraan mu'allafaadku qoray. waxaana ugu caansan kutubtu qoray kitaabkan yar aynu hayno ee loo yaqaano Xusnul Muslim. sheekhu wuxuu dhintay maalin isniina كودي مش بشي محرم كون أفر بقولي أفرتن كي أيو غيريودي كون بيغان كودي أكتوبر لابدي كوني استيه طبان كي شيخو حيو غيريودي حنون كغا دعاي مكان سر كغا دعاي لنا عبيرك سرطان الكبد اللو يقانا أيو غيريودي شيخو رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شيخو فعانكوها حق قرالك يحق دعوود إسلامك أيو عانكوها إلهي تبارك وتعالى وحنا كبرينا إنه نحرسته. كتب كتاب كان حسن المسلم معني سو حوية حتى نسكت ضينا وبلنا أو فصوم عليهم كتب شنو مركب كوبد وارد فيس كي أما جبات يوقفك مسلم كأيك الجلاية شياطين شيطانك وين عدو إلهي تبارك وتعالى إنه جهرمي إن الشيطان لكم عدو مبين شيطانك وحيدين هي عدو عد إسكيل علي بإله تبارك وتعالى لي وحي إله تبارك وتعالى إنو سميي أما إنو يالي نبي قنا عليه الصلاة والسلام من البري وحيابا إنو كيقا شامانو سانو إنو دبين سيدا أوق الشيخ وحكو سوروري وحيابه كتاب كسونا إنو كيقا برين الشهيدان أما شهيدان كسكيل علينا يربتيس كتاب كسونا يسونا النبي عليه الصلاة والسلام يسوروري شيخو سوقنا كينا كتابك وانا كتاب مقتصر آدي آدو قوبا qofkan wuxuu xifti karaa hadii uu isku dayo inuu xiftiyo loona baahay qofku inuu ku dadaalo oo barto. alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. insha allah ta'ala waxaan bilaabi doonaa kitabka Xusnul Muslim ka kitabkan waa aad iyo aad u kooban faa'iidooyinka iyo ducooyinka ku jiraana aad iyo aad u qiimo badan yihiin. كتاب كان وكتاب هذه هذا كوبن لو نبه هي قف مؤمن كاين حفتي كره انه حفتيه او ما حكوا كل دال برشديسه لحفتين ديسه واي دعوينك كسغن ودعوين صحه او كسو اروري كتاب القران الكريم كا اي سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. وكان شيخه وحكم بلابي كتابك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عيسى يكون بلابي مقدمة مقدمة ذي هردعضي أيو سمي الشيخ وحولنا الحمد لله
إن الحمد لله مهد أوردن لله إله بوسقناته نحمده إساقان مهد قينا ونستعينه إساقان كالمي سننا ونستغفره استغفاري يدن بدافن إله تبارك وتعالى ويدي سننا ونعوذ بالله ونعوذ وحنك من قلينا بالله إله وحنك من قلينا من شرور أنفسنا شرارك إلينا فهيكو ومن سيئات أعمالنا عمل ضيذك وحنحنا ينك من قلينا من يهديه الله عد إله تبارك وتعالى حنونيه فلا مضل له عدها عدل من كرتا مجرتا ما باديين كرتا ومن يضلل أما أحد كل ما فلا هادي له عدها نون كرتا مجرتا أني سقاهين وأشهد أن لا أشهد وأشهد حقريا لا إله إلا الله إلا حق له عبدين نشر إلا الله ألم ويانه وحده حال ويهي كرقي إله تبارك وتعالى لا شريك له عدل لبربر دقا عبادة ديس عدل لبربر دقا إنها نشرين وأشهد أن وأشهد حقريا أن محمدا نبي محمدنا عبده أدون كيسين ويهي ورسوله يرقي كيسي صلى الله إله هون حرس عليه كيسي وعلى آله الكيسي وأصحابه صحابة ديسي ومن يوما عدي تبعهم رعدي صحاب نبي إيه صحابة ديسي عدي رعدي بإحسان وناكر رعدي إلى يوم الدين إلى مانة قيامها وسلم هنبت جليو تسليما نبت جليو كثيرا فربدا أما بعد شيخ وينتاك بعد حيره هذا مقتصر هذا كان مقتصر هذا كان كتاب كان مقتصر مقتصر كاي غابا اقتصرت وحن كسو غابي من كتابي كتاب كاي ايا كسو غابي كتابك وشيخ قري شيخ حسن مسلم قري كتابك سو مغ عدري الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنه كتابك سو لو مغ عابو كتابك ذكرك حسك والدعاء بريوينك والعلاج الى سدوي بالرقى رقيه الى سدوي تفمضه من الكتاب كتابك كسبناتي وسنة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي علي شيخ وحدي اقتصرت اختصرت وحن كسو غابي فيه كتابكم وحن كسو غابي دحديسه قسم الاذكار قيبت اذكار تاع ايام كسو غاغا كسو غابي ابو شيخ ويري ليكون سدو نقض كتابك خفيفا كفضود خفيف الحمل مد قادتان كفضود في الاسفار مركز سفرد للجلايو وقد اقتصرت وحن كسو غابي وحن كسو غابسدي بشيخ ويلي على متن الذكر متن الذكر جاء انا شيغو واكتفيت وحن كافتومي وحن كافتومي في تخريجه تخصص حديث سوسارتي سوسارتان كي سو كافتومي بذكر مسترين انا مستر شيغا او مستريني اما لب مستر ومما كي حقي كا هذه وجد لقيه لا في الاصل اصلك ومشو حديث كسو بحيا اما حديث كسو فلي ومن قفك إرادة دونا بمعرفة الصحابي بمعرفة الصحاب بمعرفة الصحابي صحابي قبل برشدي سي صحابي قرطو أقوان صدو صحابي حديث كسوري أو زيادة نمس زيادة دونا يعني تاسك كبحسن دونا في تخريج حق صوصارتان كمرك اللي أقف قفك السيدي يا محاك زيادة دونا فعليه كركي سوحاء بالرجوع إلى نقضه إلى الأصل لأصل كينو نقضه كتب توابين حديث تينو نقضه وأسأل الله إلهي محمد سنة يا أبو شيخ ويلي عزيز إساق غالب وجل إساق ويني بأسماء الحسنى بأسمائه الحسنى مقعيد سوون ناكسم حكو ويدي سنة وصفاته العلى سفوين كيسا سراو حكو ويدي سنة أن يجعله ينكيره كتابا خالصا من دوبة احتري لوجه الكريم وجه إلهي من دوبة احتري وأن ينفعني أن يغانفع به كتابا يغانفع في حياتي نولو شيدا وبعد ما ماتي قريد إذا قداشي مركن نكتنا إن إلهي يغانفع كتابا وأن ينفعين وكان فعين إلهي ودي سنة به كتاب كان من قرأه عدى أخرسته أو طبعه أو مطابع سه أما الدابع دو أو أما كان من أو من كان من نقطة سببا سببا نقطة في نشره ففتان كي سمد سبب نقطة أو فصيفة فيها إنه إلهي سبحانه وتعالى سبحانه يسوع حمانك وفن ولي ذلك أرنك يسوع ولي والقادر عليه أرنك يسوع أوده ونو أوده وصلى الله إلهي هون حرس وسلم احنا بتقليو على نبينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم احنا بتقليو وعلى آله اهل كيس واصحابه اصحاب ديسي ومن تبعهم عده راضي بإحسان وناكر راضي إلى يوم الدين إلى مانة قيامه شيخ وانت امر قصاب حي مقدمات ديك وقص مقدمات ديك قصاب حي لكم حقوق الله فضل الذكر حب عبيسي فضل الذكر ما دامو يه كتاب كان يكون سابسين ذكري وحمرك هو رشاقه كوبيلابي فضل لغه لاي ذكرك كنا سو اروراي كتاب القران ام القران الكريم كا اي سنه النبي عليه الصلاه والسلام
إلهي تبارك وتعالى يحيي. قال الله تعالى: إلهي يحيي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إلهي يحيي فاذكروني حسى أذكركم ولد حسيا واشكروا لي إما هنقا أنيقا ولا تكفروني هيقا قالوا بنا. إلهي تبارك وتعالى يحيي يحسى ومركز تبع حسكيقا ذكر جيجا عرب كينا كوهيا وهي إلا وينا إنا ما هندقا ونمعاد الإنسية يقوم ما هندقا هيقونا قالوا بنا. إلهي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تدك إيمانك لك حليو وإلهي رسولك سرميو اذكروا الله إلهي حس ذكرا حس كثيرا إن بضن. إلهي تبارك وتعالى حسنا حسا. إلهي تبارك وتعالى يحيي والذاكرين الله كثيرا. والذاكرين الله كو إلهي حصايا كثيرا إبن رقأه والذاكرات يكو دمرك إلهي إن بضن حصايا. أعد الله لهم إلهي حود يري لهم يقى مغفرة تنبدا في وأجرا أبا المرين عظيم وين. واذكر إلهي تبارك وتعالى يحيي واذكر حس في ربك 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 حسنا لمحمد في نفسك نفس دارك حس تضرعا أدقو خشوعا وخيفة أدقو عفصنايا ودون الجهر من القول هذا الكادق أنكر قادن وقيلن بالغدو صبحي حس يو الأصال قلبتي ولا تكون هنغن بمحمد من الغافلين كوا إلهي موغن غافلين تها آن إلهي حصوصنين إلهي موغن هنغن بإلهي تبارك وتعالى لي. وقال صلى الله عليه وسلم وحي رسول كويلي مثل الذي مثل تصاله الذي كي يذكر ربه كربي حسيا يو الذي كي لا يذكر عن حسين ربه ربي مثل واحد سجد جين تصالحان الحي من نول يو الميت مدنتي بمعنى قفك إلهي حسيا يقفك عن حسين واحد سجد جين مدنتي من نول يا مدنتي قفك إلهي حسيا ذكر كيس عرب كيس كهيا إلهي حسيا مركز إلهي ذكر كيس كقيه عرب كيس وقف النول أما قفك عن إلهي حسين وقف دنتي. وقال صلى الله عليه وسلم رسولك ألا أنبئكم إذا كورم بخير أعمالكم عماشي نكو خيرك بدن وأسكاها إذا كنا ظهرنا بدن عند مليككم الله بقركينا إذا كنا ظهرنا بدن وأرفعها كورنا ليتكو قاضي في درجاتكم وأرفعها لكورنا ليتكو في درجاتكم درجوين كينا وخير لكم إذا كان خير بدن من إنفاق الذهب إن بحسان والله بحضان صدق ذاتان ذهب والورق العاك تقلن كالله يقان وخير لكم إذا كان خير بدن من أن تلقوا عدوكم من عدوكنا لكم لنتان كالرضا لكم لنتان فتضرب وقرعان عناقهم قوره ذا ويضرب وقرعان عناقكم قوره نيقنا. قالوا وحي لذا سحاوذ بلا نعم رسولك إلهي وها أرك أسوان تحل. قال وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدي ذكر الله تعالى أرك أسوى ذكر إلهي إلهي وسكي سوي. وقال صلى الله عليه وسلم رسولك وحيدي يقول الله إلهي وحيدي إلهي وحيدي تعالى إساك الرأي وحديث القدسي أنا أنو عند ظني عبدي أنا أنو أنو عند ظني وحكو سوغانهي وحانا هي ظنها أكتيسا يعني عبدي أدون كي بوغا ملايسو بي آنيغا وأنا معه وأنا معيسانا هي أدون كيغا إذا ذكرني مركو يحصايو فإن ذكرني هادو يحصو في نفسه نفسديس هادو يحصو ذكرته وحان كحصا في نفسي نفسد إذا آيان كحصا وإن ذكرني هادو يحصو في ملايين كوح هادو يحصو ذكرته وحان كحصا في ملايين خير منه كوح كخير بدن كوح داو يحصي لحدود وإن تقرب هادو يسودو أدون كيغا إلهي حقيقة وصوده واده شبران تاكين لك تقربت وحنو دواده بإله إلهي إلهي أدوان كيكي حقيسة ذراعا رنون إليك بانو دواده وإن تقرب هدو يصوده واده إلهي حقيقة وصوده واده ذراعا رنون هدو يصوده واده بولي تقربت وحنو دواده إلهي حقيسة باعا باعيان دواده وإن أتاني هدو إيما دادون كيكو يمشي سقو سعنا تيتوه وحنو تقا وان كهر تقا حرولة أنو إرداي بمعنى إلهي تبارك وتعالى وحوجتشي ده رحمة دي سين حريص دي سأيقف كوسود واني سإلهي مركو حصه أو إلهي تبارك وتعالى وبريه وإلهي تبارك وتعالى تلاش هذا سيد سيو حاجة إلهي وعرا رقف. وعن عقبة وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه حلي عبد الله بن بسر رضي الله عنه ذكر عليه هذا أن الرجل النبايا قال وحول يا رسول الله رسولك إلهي رسولك أيوه يدي إن الشرع الإسلامي شرع إسلامك قد كثرت علي ويفربدت كورك إيقا أيك فربدت فأخبرني إيقورا بشيء بشيء إيقورا شيء إيشيك أتشبث به شيء سوان قبصده فشيء سوان كده قبل إيشيك رسولك إلهي. قال وحكولي رسول الله رسولك وحكولي لا يزال يالك السول
أميانو كتجن لسانو كا عرب كا كويانو كتجن حرب ميت كقيان من ذكر الله ذكر إلهي ميت كقيان مركز تبع إلهي عرب كاجا كحس ومركز تبع عرب كاجو حكو قيان هذا ذكر إلهي مركز تبع إلهي حس ملك السوت شو كتبه هذا الجرجع شو كتبه هذا الجاريع شو صارن تاي هذا محام كل هذا سكانيسو هذا الصعانيسو هذا وحونيسو مركز تبع. فقال صلى الله عليه وسلم رسول كوحده من قرأ قف كاري حرفا حرف آخر حرف كاس من كتاب الله كتاب إلهي كمدة فله حوص حكه لي قف كاسي حرف كاو حكه لي به حرف كاو حكه لي حسنة حسنة أيكه لي والحسنة حسنة دينا بعشر أمثالها طبعا شرى يا الله والله بيا وحي رسولك عليه الصلاة والسلام لا أقول ما إله قفكم ألف لامين حرف لا أقول أرن أرن ما إنه ألف لامين حرف ألف لامين وحرف ولكن ألف ألف حرف ألف هو حرف واللام حرف لام هو حرف وميم حرف ميم هو حرف بمعنى قف ألف لامين هذو إلى هذا ألف كي وحكي لي طبعا حسنة لام كي وحكي لي طبعا حسنة ميم كي وحكي لي طبعا حسنة صد حسنة أيو كي لي صد هذا حرف وكي كورن هذو صورة أخرية تشوسس أخرية تيليك بك حسنات كي لي كث ملايين بك لي دي ما القرآن كي إلهي بوح ذكر إلى أفضل الذكر وقرآن الكتاب الله تبارك وتعالى ذكر إلهي وحقوق قال سن كتابك إلهي نوقفك أخرية أجر في رمضان يخير في رمضان بكهرية نوقفك كده على مركز سبعين وحصب وأن عقبة بن عامر رضي الله عنه عقبة بن عامر رضي الله عنه لا كرى لي دحويل قال خرج رسول الله صلى الله عليه رسول كايا صباحي ونحن أن والحال نحن أنقنا في الصفة الصفة مساجد كانوا كم النهاي فقال وحنو رسول أيكم كي با يحب أيكم كي نبا يحب جعل أن يغدو ينوك الله كل يوم مالك استبع إلى بطحان مش عليها بطحان وكلها أو إلى العقيق أو إلى العقيق مش أما مش عليها عقيق ولا بطحان إلى عقيق ومن لما يعجدون ورسولك عليه الصلاة والسلام تلمام هيو فيأتي وكلي ما دومي مش منه حق إذا بناقتين لبه حلال كوامين لبه حلال كرسي ووين في غير إثم سوغان وحده بيكو غلين قفقاسي وعود كديلين اما عيد كسودين ولا قطيعه الرحم رحنا ان كجرين فقلنا وحن كن يا رسول الله رسولك الهي نحب ذلك ارك سوون جعلها قال الرسول قال وحي الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يغدو احدكم هدو يتكينوك الله الى المسجد مساجدك هدوك الله او فيعلم برته فيعلم او برته او يقرا ما اخرها ايتين لبا ايدون ومن كتاب الله كتابك الهي كمده عز وجل عز إذا غالب وجل ليس قوينه أي خير وخير خير له وخير بدن من ناقتين اللي بحلاض صوك حيسه وثلاث سدح أي خير له وخير بدن من ثلاث سدح أيضا ضو برتو سدح حلاض صوك حيسه أي وح وخير بدن سدح أيضا ضو برتو وأربع أفر خير وأفر أفر أي خير له وخير بدن من أربع أفر حلاض وخير بدن أفر أيضا أي وخير بدن أفر حلاض صوك حيسه ومن إعدادهن ومن أعدادهن من الإبل ترضى بدن جيلة أيوة خير بدن أي يغو خير بدن قال صلى الله عليه وسلم رسول كحل من قعد قف كفريستة من قعد فردي قف كفريستة فردي قاس ولم يذكر الله فيه فردي قاس عند حديث على حسين أنا بحديث أبو حسين كانت عليهم كركي سوحاتها ديار كسر عضو من الله حق إلهي كاهته ترة مرقية يندام يقوم ومن اضجع قف كتيف صدر مطيعا مكانه جيف مكانه جيف كسو لم يذكر الله فيه أنو كحسن إلهي لحديث أنو كحسن كانت الآن لا أضيد على أن كاسي وكرد عضو كانت عليهم كركة وحا كانت عليهم وحا هذه عليه كركيسة من الله حق إلهي كتترة مرق يندام فقال صلى الله عليه وسلم رسول كحنا ما جلس قوم قوم فريسا مجلسا قلم فريسا قلها سو لم يذكر الله فيه على وحسين لحديث إلهي لو حسين ولم يصلوا آنك صلينا على نبيه نبي قودة إلا كان هذا إلى عضو أرقاسي عليهم كركودة وحاذا ترة مرغو إيا حسلون الدهر قوامهم فإن شاء الله هدو دون عذبهم وعذابي وإن شاء دو دون الله غفر لهم وقدافي وقال صلى الله عليه وسلم رسول كوحيد ما من قوم قوم مجرا يقومون كي يستاقيه مجلس مجلس كاستاغا مجرن مجلس كاسو مجلس كاكا مجرن مجلس كاسو لا يذكرون الله إلهي أن لغو حسن فيه الحديثة إلا قاموا هذيك عن مثل جيفة الحمار
وحكى كعان عن مثل جيفة الحمار يقول أرطى دمير كوكالي وكان لهم حوسق نادي يقا وحوسق نادي حسرة مرقو يحسلوني درو معني قوم كعان قوم فريستان فردقو ذاك مكعان يقواني الهيك حسين فردقا دي حديثة إلا هطي كعان وحكى كعان ميشا يدعو حق إلهي كأه كأور قرمون دمير بختي يا سيدة دراتي وين مجلس يدا يمر هلا فريسانا يلوكو حسو إلهي تبارك وتعالى سيلوكو بدبادو حسلونو درداء.